الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا فات المأموم تكبيرة أو تكبيرتان على صلاة الجنازة، فهل يسلم المصلي مع الإمام أم أنه يتم الصلاة على الجنازة؟ لا، ما يسلم مع الإمام. إذا سلم الإمام يكمل التكبيرات، ما أدركه من التكبيرات هو أول التكبيرات، ثم إذا سلم الإمام يكمل الأربع. نعم.